حجر الدم الذي يطلق عليه أيضا حجر يشبه الدم وحجر الهيليوتروب. علميا من الأحجار شبه الكريمة الشهيرة خاصة في الوطن العربي. صيغته الكيميائية SaO2 ثنائي أكسيد السيليكون، وحجر نصف شفاف إلى معتم لا يتخلله الضوء، وتقدر صلابته 7 درجات على مقياس موس للصلابة. يتواجد باللون الأحمر والأخضر والبني، ويمكن العثور عليه أيضا متعدد ألوان بطبيعته. أكثر ألوان ذلك الحجر انتشارا هي الأخضر الداكن والأزرق الداكن المائل إلى الخضراء. ويصنف حجر الدم ضمن أصناف أحجار كوارتز الجريسوفولين العقيق الأبيض، التي ينتشر على سطح دوائر على هيئة نقاط باللون الأحمر والبني. وتجدر إشارة هنا إلى أن مسمى حجر الدم يرجع نتيجة إلى مدى تشابه تلك النقاط على سطحه الشبيهة بلون الدم. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو، واحصل على استشارات مجانية في الأحجار الكريمة، بحث مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، دورات تكوينية في الأحجار الكريمة عبر العالم، ورحلات إلى دول مختلفة لزيارة مناجم والأماكن التي تتواجد فيها الأحجار الكريمة.